لكن لوكيب الفرنسية المجلة الرياضية الأشهر حول العالم حبت تعمل تصنيف لـ30 أفضل 30 نادي بيلعب كورة بنقاطهم وبطولاتهم لوكيب في العدد الأخير عملت قائمة الـ30 عظماء الكرة حول العالم. عظماء الكرة حول العالم في قائمة لوكيب الفرنسية بيحتلها ريال مدريد. ده آخر 10 سنين يمكن. 184 نقطة. الريال بيتصدرها ب 184 نقطة. شوف بقى، لازم كل مصري وعربي وأفريقي يفخر إنه ما في نادي بره أوروبا وأمريكا اللاتينية دخل قائمة عظماء الـ30 في اللوكيب إلا النادي الأهلي فقط. أيوه، الأهلي لوحده من أفريقيا وآسيا وبقية القارات باستثناء والكونكاكاف كل حتة باستثناء أوروبا وأمريكا اللاتينية اللي أنديتهم احتلت قائمة الـ30 عظماء الكرة في العالم، لم يخترق هذه القائمة الذهبية في لوكيب إلا النادي الأهلي في المركز 21 فقط، واحتل المركز 21 برصيد 23 نقطة متساوي مع جلاسكو، سيلتك جلاسكو الاسكتلندي. متخيلين إنه الأهلي النادي الوحيد في قائمة الـ30 الذهبية حول العالم، النادي الوحيد بره أوروبا وأمريكا اللاتينية اللي دخل قائمة عظماء الأندية الـ30 حول العالم. عشان كده لما بنقول له العشرة يا أهلي، بننطلق من إرث بطولي مشرف ويفخر به أي حد يا باشمهندس. خلاص، يعني دع الأعمال تتحدث عن نفسها.